شبابك جودة ليش عم تتصحصح؟ سرقت له شبانته. هلا بس يجي ويشوف شبانته ما موجوده بده يقول هذا اكيد جودة، بصير بده يقوصني. ليش شوفك كيف بدك تتصحصح بس يعوصك؟ ولك انت ما رح تبطل هالرزاله الا اذا عوصك. صرنا عند اخوك سلنقم قصفته يا عبي. شو معلها شو قليلة الباية؟ تركنا بنص القعدة براح. تيه على تيه. الله لا يوفق قلبت التلبيسة، اخذت له عقله لهالولد. اسكتي اسكتي، ما ده حجم التلبيسة، هو جحش، كل ما شاف مرة بيلحق على ما في عيون. وصحيح هلا بسألك، انتو في قرابة هيك بين نسوان يعني بينكم وبين ابو خميس؟ ايه بتمك فارة ولهيك بشارة، ما لقيت غير بيت ابو خميس لا تربطنا فيها. لك لا بس لانه ما حدا بشط طريقات قدام النسوان غير بيت ابو خميس واخوك سلنقم. ايه يا عزة إيه؟ لا اسعار شبع، وين كيس الشمانتا؟ ايه يا عزة شو بعرفني هاكا بدي يكون اخذوا الزئب. الزئب والله ما حدا اخذه غير حرام الجيج. ولك العمى في عيون العمى، بده يجنني هذا يعني، واحد كله بده يجيب شغله بده يقعد هيك ناطر علي. العمى في عيونك يا جودة، ما بقى بحبه انا، ما بقى بحبه. بس ولا اسعار ما تقول لي بدي اوصها، عصرت ما ضحكة من كتر ما انك رافع هالبارود على. لا ما بدي اوصه، بدي خبر الحكومة، هي بتاخد لي حقها. ماشي يا جودة. ايه؟ راح يشتكي على المخفر، على اساس يعني الحكومة بدها تحصل له حقه. وبلكي الحكومة حطت ايدها، شو راح تسوي اه؟ لا راح تحط الحكومة لا ايدها ولا اجرة، يعني بقى هلا الحكومة بدها تقلل عقلها مشان كيس شمانتا وكرمال مين؟ كرمال اسعد خرشوف افندي. ولك ان شاء الله بتعلق مع الحكومة لحتى تتربى يا جودة، ايه لحتى تحل عن هالزلمة. ولا؟ اه. انت معي ولا معه؟ انا مع الحق. ما سمعتك، عيدي. مع الحق يعني معك؟ عفاك يا شاطرة، أنا ليكي ما مشان شمانتو، ها عزرائيل اللي ياخدوا لهالكيس شمانتو، بس لأنه عم يلعب من وراي، بدو رح يعملوا شي مشروع يتمزرط علينا ويتمنفخ. بعدين لاحظي أنسة ديبة إنه لسانك طولان كتير ومأفرح وصاير بسبع شطلات والعياذ بالله، يعني إذا بدو يضل عم يطوال بدي أجيب له لهالكيس شمانتو، وبدي غطسك بالجبلة، وبدي طلعك انشرك على السطوح شمسك هيك لحتى تنشفي، وبالمهدة بدي كسرك، فهمانة؟ يلا احطي تشوف.